دي البيت طبعا. حسيت ودي اقول لكم موقف امس صار معاي. امس كنت رايحه مجمع انزين، فبالمجمع يعني نفتر على المصافط عادي، وي 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 وي. ما ادري شلون يسوقون. المهم فتعرفون اللي قاعد تفترون على المصافط قاعد تدورون المصفط، الواحد اكيد لازم يخفف، وغير كذي السيايير ما يصير تلزق ببعض، لان جست ان كيس احد يبي يصفط ما يصير تلزقون ببعض. امس قاعد افتر شي يعني مخففه وقاعد اشوف قاعد ادور المصفط، فجاه لقيت مصفط عشان اطق بريك، ورديت قري شويه يعني رديت قري، اكيد ما راح ادوس، رديت قري علشان اصفط ولا اسمع هرن. طلعت سياره وراي وانا ما ادري ان في سياره وراي، وما طلع لي صوت سنسر، يعني السياره فيها سنسر، ما يعني طلع صوت السنسر، فيعني ما كنت انا قريبه وايد من السياره، ما كنت راح ادعم، ولا طقيت بريك انه خلاص بوخر عن السيارة ولا اشوفها تنزل من السيارة وتصور سيارتي وتصور اللوحات. انصدمت. زين انا اول شيء ما دعمتك، ما سمعت صوت دعمة، ما دعمت السيارة، ما طلعت صوت سنسر، معناته اني ما كنت وايد قريبة من السيارة. فانت باي حق تصورين لوحات سيارتي؟ شلون تصورين لوحات سيارتي باي حق؟ نزلت لها أفا عليكم، نزلت لها وصورت لوحات سيارتها شي، يعني ما هو ما صار شيء، ما صار دعمة، بس صورت مثل ما هي صورت وهي ما لحق تصور، صورت لوحات سيارتها. كان تقول لي انت دعمتيني، قلت لها ما سمعت صوت دعمة، ما صار دعمة، وانا ما كنت قريبة والسنسر يشتغل عندي مو خربان، ما سمعت صوت السنسر. ما ادري هي ليش كانت مشتطة، يمكن كانت تبي المصفط، يعني المفروض ما تصير مذبحة على مصافط، ترى بالنهاية مصفط. فبس يعني آخر شيء مشت وقالت لي خل شنو قالت لي انت مبلا دعمتيني واشوفك بالمغفر. والله كان شيء يضحك، يعني هو ما صار دعمة ونزلت مشتطة، نزلت مشتطة، صورت السيارة من ألف جهة وصورت اللوحة. زين اخر شيء كان تقول لي، قالت لي انت، قلت لها شغال السنسر عندي لا تحاتي ما دعمت، كان تقول لي. المهم انها هي بالنهايه تفشلت وحست نفسها انها هي وايد اوفر ومشت، و يعني اوكي اول شيء والله ما ادري شلون تصرفت، بس يعني بالنهايه يا جماعه هدوا بالكم، يعني ترى مصفط مو ذهب، ما ادري، ويعني حتى لو صارت دعمه انا واقفه، انا ما انحشت يعني، بس قدمت شويه ووقفت. كان يعني انا ما ادري ليش نزلت صورت، لو منحاشه لو دايسه اقول اوكي عادي، يعني يمكن ابدا دامتها وانحشت، بس والله تصرفات غريبه قاعده اشوف هالايام. فبس يعني هدوا بالكم والله، لا تتصرفون بدون ما، بس كانت مو طبيعيه. ما ادري يعني هل هي يعني شافتني ان انا قاعد اسوق السياره وحست انها ودها تسوي شي حركات وشو، او انه يعني محتاره تبي تتهاوش، يمكن متهاوشه كانت مع رايلها تحط الحر فيني. كان اشوفه شغال السنسر، شغال عندي الحمد لله، بس صفقت. زي ما ادري يمكن نفسيتها تعبانه شوي، ما ادري اذا قاعد تتابعيني ولا لا، اكيد قاعد تتابعيني، وايد كنتي اوفر امس، ولوحات سيارتك هم عندي، تبين تسوين اي شيء تصرفي. نطلب عشاء عاد، صدق اليوم لازم اشوف فيلم ليدي غاغا، احس الفيلم اجوائي، وهو ريميك حق فيلم افلام يعني وايد انه سووها ريميك، فيلم اشكي الهندي، وايد هذا كل ما اشوفه ابكي، فوايد متحمسه اشوف هذا، احس من زمان ما شفت شي دراما، خلوا الدراما اللي بحياتي قاعد يصير، بس احس شي بشوف فيلم دراما. بس والله شنو اكل، ايش رايكم جماعه؟ طبعا انا طالبه اونلاين حق اخوي، كنت قاعد اطلب لي اشياء، فهو قال لي طلبي لي معك، ما شاء الله شوفه وش كثر مختار كتب، ترى انا ما ادري
ما شاء الله صك علي ترى، يعني انا اوكي وايد اقرا وكذي، بس هو صك علي يعني طايح على اشياء انا ما ادري عنها، وانصدمت انه طالب كل كتب ستيفن هوكينج قاعد يقرا عن سيرته الذاتيه وقصه حياته. والله وايد وايد اشياء حلوه، واحس ودي ابوق هذا ودي ابوق هذا غاثا كريستي، وهذا عجيب.